قم باختيار الوزن المناسب على جهاز الكيبل المنخفض، وأمسك المقبضة بيدك بعد وقوفك بمعاكسة الجهاز، وضعها على استقامتها نحو الأسفل أمام فخذيك براحة، يدك موجهة للجهاز ويدك الأخرى موضوعة على خصرك. أطلق نفساً هادئاً مع رفع ذراعك نحو الأمام، وراحة يدك موجهة نحو الأسفل مع ثني بسيط في مفصل الكوع، وإبقاء ظهرك مستقيماً حتى تصبح ذراعك أعلى من موازاة الأرض بقليل. توقف عند هذه الوضعية للحظة، ثم أنزل ذراعك نحو الأسفل مع شهيق عميق لتصل إلى وضعية البداية، وقم بتكرار الحركة، ثم بدل يدك وقم بنفس التمرين.